السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، ما اشتركش في القناه، اشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام العيد. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا انتاج من البط الجعجاع، ومعانا انتاج من الفراخ البلدي. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، وارزقني واياكم الخير جميعا ان شاء الله. خلاص بدانا نشطب في الفقاسات. قبل ما افتح الفقاسه الصغيره كده اوريكم الفقاسه الكبيره، فيها انتاج ان شاء الله هصور معاكم منها بكره. فيها انتاج، يعني انا مش حابه احرق المفاجاه، نخليها لبكره لان فيها انتاج حلو جدا جدا، فخلينا لبكره لان فيها انتاج من الفراخ، فراخ هندي وفراخ بلدي مهجن وفيومي، انتاج حلو جدا جدا، فعشان ما نحرقش المفاجاه هنسيبها لبكره. قبل ما نفتح الفقسه بتاعتنا ديت نسمي بالله، ويا ريت كل ايد علب البركه ان ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب، الفقسات كلها مستوى واحد وانتاج واحد، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، شايفين انتاج البط بتاعنا يعني جميل جدا جدا، ربنا يبارك. معانا فراخ اهو زي ما انتم شايفين، يعني بتنتج فراخ، بتنتج بط، بتنتج اي شيء الفقاسه ديت بتطلعه، ربنا يبارك يا رب. جميله جدا جدا، بس الفقاسه اللي عطونا عندي انتاجها مستواها عالي جدا جدا، اي بيض بحطه لها بتطلعه، لان كان هي اول فقاسه تدخل البيت عندي فجربتها كانت جميله جدا جدا، فعز عليا ان انا اخرجها من البيت من عندي، فان شاء الله اصلحها واسيبها انتاج الطيور بتاعتها، فربنا يبارك يا رب. معانا كميه كبيره اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم من البط الجعجاع، ومعانا كميه من الفراخ. اللي بيسالني بيقول يعني ايه بط جعجاع؟ دي بط يا جماعه، بط بلدي اللي هو الفرنساوي والبيور، يعني هو بنقول عليه جعجاع لان قصته عالي جدا جدا، فاحنا بنقول عليه جعجاع. هو بط فرنساوي وبط بيور، فاحنا بنسميه المسمى العام بتاعه جعجاع، لان بس صوته بيبقى اعلى من اي بط تاني، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا، اللهم امين. خلاص الفقاسه الكبيره يعني فيها بكره وبعده، يعني الجمعه والسبت ان شاء الله بامر الله يوم الاحد هتمشي من عندي اذا اراد ربنا وكلنا عمر، هتمشي ان شاء الله تروح للمشاهد يوم الاحد ان شاء الله، ربنا يبارك، لان وعدتها كلمتني امبارح وانا وعدتها 3 ايام بالظبط، فان شاء الله يوم الاحد هتكون عندها، وربنا يملاها لها بركه يا رب، وتشوف انتاج احسن من اللي بيطلع فيها عندي كمان، فربنا يبارك للجميع. نشوف الرف اللي خارج معانا فيه، بس هجيب الكرتونه الاول، اخرج البط ده واخرج الفراخ، لان البط ده مش هيقعد وهيخرج ايه تحت الفقاس. الاول لان ايه احنا بالليل مش هينفع اسيبهم في الفقاسه لما البكره، لان دول طالعين من امبارح فانا سبتهم النهارده كمان، فهطلعهم بقى احطهم مع طيور عندي لما البكره ادي كل حاجه لاصحابها، فربنا يبارك يا رب. الفراخ احطهم مع الفراخ عندي، والبط احطهم مع بط تاني برضه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بنت اللي فيها حاجه. لسه معانا بط برده ما نشفش، بس هنسيبه اللي ما نشفش هنسيبه لبكره، بس اللي نشف دلوقتي لو سبته في الفقاسه درجه حراره الفقاسه هتموته، فانا هخرجه عشان بس ما يموتش واخسر، والناس اصحاب الحاجه دي تخسر برده، فانا هخرجهم لما لبكره، يعني هسيبهم عندي في اي مكان عندي لما لبكره كل واحد يجي يستلم حاجته. لسه في حاجه بقى ولا لا؟ في بطايه اهيت، دي اللي نشف معانا اهوت، بط وفراخ خرجناه اهوت من الفقاسه، هنشوف لسه معانا موجود معانا ايه عشان برضو نبقى عارفين احنا خرجنا ايه ولسه ايه. ربنا يبارك يا رب. البط ده بتاع جماعه يعني ده بط مجنس، ده بيور على مسكوفي او سوداني من نوعيه البط دي، ربنا يبارك يا رب لصاحبها. نشوف الانتاج اللي خارج معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك يا رب. لسه في بط ما نشفش وفي بط نشف، فاللي نشف هنشيله واللي ما نشفش لسه هنسيبه، يعني لسه في بط بيخرج اهوت، في بط لسه بيخرج معانا اهوت هنسيبه لحد ما ينشف، ودي لسه خارجه الوقت حالا اهيت، وفي بط لسه هنا بيخرج برده اهو، فهنسيب كل حاجه مكانها لحد ما تنشف كويس.
هلمي بس القشور اللي طلعت. دي بقى على ما اعتقد ده شكله فاضي اهوت، ده شكله فاضي كله اهو، فكل حاجه تفضل زي ما هي لحد بس ما اسلم البطل اصحابه، فهسلمه بالبيض البيض بتاعها. دي بقى انا شاكه فيها انها ممكن تعيش، لانها شكلها السرار بتاعها ما ختمش، فانا مش عايزه اشيلها من الاشرار بتاعتها، فهنسيبها هي ونصيبها بقى. عاشت عاشت ماتت يبقى ما لهمش نصيب، بس ربنا يبارك يا رب. ان شاء الله يبقى معانا بكره ان شاء الله اذا اراد ربنا، يبقى معانا انتاج من البط الخليط، فربنا يبارك يا رب، يبقى معانا في نفس الفقاسه انتاج من البط الخليط. فهنسيبه ان شاء الله ونصور معاكم بكره ونشوف دنيتنا في ايه. قشور بيض الفراخ هنا اهوت، دي بيض السمنده بتاعي بس لسه ما جاش ميعاده، لان حطاه بعد بيض الفراخ فما كانش عندي مكان في الفقاسه، فحطيته في الرف مع بيض الفراخ، بس هو محطوط بعد بيض الفراخ بكتير، فهنسيبه لحد ما يخرج براحته برده وهنشيله ونطلعه، لان بيض السمنده بتاعنا مش بتاع حد تاني، وانا عايزه اجرب الفقاسه ديت في بيض السمان، لان ما جربتهاش بيض سمان لسه خالص، فانا عايزه اجربها في بيض السمان، فهنشوف هيبقى منها نتيجه ولا لا. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ويخرج منه كميه كويسه ان شاء الله، عشان نحضرهم مع الايه، مع السمان اللي خارج معانا من الفقاسه الكبيره. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. نبدا بقى نسيب البط ده عشان بس ايه ياكله شويه لما الصبح ان شاء الله نسلمه لاصحابه. نحطهم بقى مع البطيتين دول لما الصبح نديهم لاصحابهم، بس مش هحط الفراخ معاهم. شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. هم قدام منكم اهوت، انا سايبتهم مع البط ده هياكلوا ويشربوا معاهم لحد الصبح. هي كان في لمبه بيضه قايده في البوكسه دي، خليت ابو ليلى غيرها وجاب لي لمبه 100 حطها لي في البوكسه عشان تدفيهم لما الصبح، بس عشان اسلمهم لاصحابهم. فربنا يبارك يا رب، عشان بس يدفوا ما يحصلش فيهم اي برد ولا اي حاجه، عشان ما يموتش منهم اي حاجه. انتوا عارفين في مكروب في الجو، فالطيور عايزه دفى عشان ما يحصلش فيها مشكله. فربنا يبارك للجميع. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.